حنروح لمحطة يمكن كل السيدات وكل الصبايا بحبوها، دائما نحن نسأل حالنا هيك شو ممكن نساوي بقلب البيت، شو ممكن نعمل تغيير، وأكيد بظل الجائحة كورونا كلياتنا يمكن أغلبنا قاعدين بالبيت، كثير صعب ممكن نطلع، في أفكار ببالنا حابين نزين فيها البيت. رح نتعرف أكثر على هي الأفكار مع ضيفتنا لليوم السيدة منال برنجكشي، رح تعرفنا أكثر عن أفكار لزينة البيت. أهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير، ينعاد عليك. وانت بخير يا رب، وعلى الأمة الإسلامية كلياتها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك يا رب. يعني نحن هلا عايشين بظروف شوي اقتصاديه صعبه، ولكن للعيد له بهجه وفرحه. أكيد اليوم أكيد. كيف سيده المنزل بتقدر تزين بيتها بافكار تضفي هيك نوع من الجمال؟ الحمد لله، يعني دائما ست البيت بتكون خلاقه، تعمل جو كثير حلو مع الاطفال، العيد دائما له يعني بهجه كثير حلوه بيضيفها للبيت. فبنقدر نحن من مقتنيات البيت او من شغلات بسيطه فينا نعمل ركن، يعني مو بالضروره انه يكون شيء مكلف جدا، لكن فينا نضيف لمسه كثير حلوه للبيت. ودائما ست البيت بتكون متطوره، بتتابع هلا بالسوشيال ميديا الافكار الحلوه وهي بتعطي لمسه خاصه فيها. نعم. فيعني مو شيء صعب اذا كانت مركزه مزبوط، واذا كانت هي حابه انه تعطي انطباع خاص لها، كل بيت بيختلف عن الثاني. صح اكيد. يعني اليوم معك يمكن افكار حضرتك مش ان شاء الله تعجبكم، خلينا نبلش هيك تفرجينا شو الاغراض اللي معك ونحكي عن كل فكره بالتفصيل. هلا هي اساسيات الضيافه من القهوه المره او القهوه الحلوه. عندنا هيك شغلات هاند ميد، الزيته انه بتكون ثابته، الالوان الماتيريال كلياتها مو انه لاستخدام لمره واحده، فاكيد هي الشغله حتكون بتمد معنا، بتخدم الفكره بشكل جمالي. عندنا هيك صينيه التقديم، بنعمل كورنر كثير حلو بالصالون او المكان اللي بدنا نستضيف فيه الضيوف، بحيث انه يكون له ميزه، له طله، في جذب للانتباه، بده يكون بقلب الصالون، وبيخدم فكره انه بحس الضيف فايت، حاسس حاله انه هو انه انت اهلا وسهلا فيك، ومحطوط مع ضيافه العيد مثلا المعمول، اي شيء مثلا حابه انه تحطه. نرفع شوي بس لنشوف، لانه انت مزينتيها لا للصينيه، مزينتيها بشكل فني مختلف، بس نرفعها. انت عامله فيها شيء رسومات يدويه؟ هي هيك من طابع الشرقي الدمشقي الميلويه مع الاستراس والالوان الجليتر، هيك كثير استخدامها سهل، يعني ما بيحس في صعوبه او انه نحن عم نداريها شوي شوي، لا، في شغلات كثير حلوه لست البيت انه بتتعلمها، وممكن انه تضيف بهجه لاي مناسبه هي حابه، ان كان مثلا مناسبه هلا العيد او برمضان او بالحج او بولاده، انه حلو كمان. يعني عم نتطور شوي شوي، بنساوي شيء مفيد لحياتنا بيضيف السعاده والبهجه لاهل البيت. احنا عم نشوف الوان كثير حلوه ورسوم مميزه، بدنا نسال بتقدر اليوم السيده تطبقهم بالبيت هي ترسم؟ اكيد، يعني اذا كانت هي حاطه ببالها هدف وشيء، انه يعني الهدف بالنهايه انه التميز، انك تساوي شيء ما له موجود بالسوق، شيء ما له مالوف. كل وحده عندها في مخيلتها مثلا رسمات معينه او شيء بتحبه هي، ففيها تضيفه. يعني هلا انت مثلا تنزلي على السوق ممكن في شغلات تقولي يا ريت لو هي منضاف عليها هالالوان المميزه مثلا. صحيح. بتعشق شيء مميز او رسمه او طابع معين. فاذا هي كانت عندها هوايه، في عنا اسواق للحرفيين بتخدم الاشياء، وهي ممكن مثلا معها تتعلم مثلا حرفه معينه فيها انه تعمل شيء لبيتها. اكيد. يعني كمان معنا قطعه مميزه، كاسات الشاي. كاسات الشاي يعني اكيد، يعني ضروريه بكل يوم. اكيد ضروريه بكل يوم، خصوصا هلا بصبحيه العيد ما في اطيب هيك من كاسه الشاي، خاصه بعد صيام شهر كامل، بعد قطعه حلو. خلينا نشوف هيك، يمكن انت كلياتها هي رسم يدوي. رسم يدوي 100%، والالوان كمان هي خليط انا بخلطها على ايدي، وبنحط لها مثبتات لحتى انه وقت الجلي او الاستعمال اليومي انه تكون هي مخدمه الظرف هذا. هذا ابريق كمان للحراره، كمان كل الالوان هي بتكون حراريه، بتخدم اكيد. اي يعني هي حلاوتها انه لما بتكوني انت شايفه بشيء بالسوق بتقولي انه يا ريت هي مثلا اقدر اطبقها معي، بس انه بتختلف بعض التفاصيل، بينما بالهاند ميد هو عالم كثير كبير، فانت فيكي تبتكري فيه، يعني هون بيخدم الخيال.
كل ما كان عندك خيال اكثر، كل ما كان في عندك فرصه انك تنتجي شيء جديد ومميز، ومثل ما قلت يعني بيكون ببيتك ما له موجود ببيت ثاني. نعم. خلينا نحكي اليوم الرسوم مثلا، انا الاشخاص اللي مو شاطرين ابدا بالرسم وحاسه شوي بصعوبه، في طبعات معينه ممكن تلزقهم الست على القطع الزجاجيه وهي بس تعبيهم بالالوان؟ في تكنيك معين ممكن انا مثلا اذا ما كثير بتقن الرسم، لكن في عندي شيء بمخيلتي ممكن انه هي الصوره انا باخذها بالموبايل فيني مثلا حط شفه على ورقه وحطها ضمن شيء الازاز اللي عم حطه او مثلا اللوحه اللي بدي ارسمها، فيني اطبعها، في تكنيك بيساعدني يعني ما في شيء انه فيني اقول انه مستحيل، مستحيل ما في. وفيكي انه انت ضمن الشيء اللي انت بتقدري عليه، يعني مو بالضروره توصل لمرحله حرفيه يعني 1/10، فيكي شوي شوي انه عملتي كوشن مثلا رسمتي عليها، مو بالضروره تجيبي الالوان الغاليه، مو بالضروره تجيبي شغلات انه تكون يعني مياله للحرفيه، انت شوي شوي توصلي بالتدرج لحتى تعملي شيء خاص فيكي. وقد ايه بتكون فرحانه لما تعملي قطعه لو بسيطه عرضتيها ببيتك، تميزتي فيها، حسيتي فيها روح منك انت، يعني مو انه اشتريتيها وجبتيها. اكيد. يعني كمان المراحل اللي قطعتيها وانت عم تصنعيها ضافت لك سعاده. اكيد. ست منال، يعني كنا عم نشوف هلا على الهواء الابريق اللي قدام حضرتك، هو أي. صار يعني مو بس فينا نستخدمه للقهوه او للشاي، هلا هو صار تحفه فنيه بحد ذاته، يعني أكيد. ممكن الواحد يحطه على ترابيزه بقلب الصالون صار تحفه فنيه. ونحن خدمنا بطريقه انه مثلا انا فيني اعمل كورنر، ليش عم اقول لك انه حلو الضيف لما بده يجي لعندك بده يحس انه قد ايه هو مهم انه فايت على بيتك وانت عامله ركن، عامله كورنر هو منه تحفه ومنه بنفس الوقت انا عم بستخدمه دائما بجليه بنطفه بكتفي، هو كمان انا بستخدم القطع او الشغلات اللي هي بتدوم عندك، يعني مثلا هذا حافظ حراره بيقعد 12 ساعه وبيخدم مثلا كل هالفتره، انا بالعيد بتختلف بين ماده وماده، يعني هلا هذا يمكن معمول من هلا هو من برا بلاستيك ومن جوا ازاز بس انه خفيف ما بياخذ وزن، انت عم تضيفي بدك تكوني مرتاحه كمان بالمواد اللي عم تستخدميها، وبنفس الوقت الثباتيه المواد حسب هي الماده الاساسيه اللي انا عم بشتغل عليها، يعني بحط لها مثلا مثبتات اكثر او هي الماده بدها تنخلط مع ماده ثانيه لحتى تقاوم اكثر، يعني الازاز غير البلاستيك غير الخشب غير الجلد كله بحاجه لحرفيه معينه بالشغل. مثل ما قلتي من شوي انه الناس اذواق وديكورات البيت عندنا بتختلف، اليوم كيف ممكن هيك السيده، خلينا نحكي نعطي شويه نصائح، كيف ممكن تعمل افكار تحطها بالبيت هي مثل اللي جايبتيهم انت، نصائح ممكن نقدمها او شيء ما تعمله، يعني هي اخطاء عم تعملها انه هلا اول نصيحه عشان تتفادى الاخطاء انه نميل للبساطه. كثر التعجيق بيصير من عده المواد اللي بتفوت ببعضها، يعني انا مثلا فرش بيتي هلا كل ما انا عم نميل للمودرن اكثر، يعني بحسب انه بتعرفي يعني الستيل والقصص الزخرفه وهي صرنا نخفف منها. فالتحفه او الغرض يعني بده يكون كمان انه ما يكون معجوق كثير، ما يكون ستايله كلاسي زياده لحتى ما تقدري تستخدميه. هي ثاني نقطه بدنا نحكي عنها. الالوان كل ما مالت للهدوء والهارموني هي موضه هالسنين هي. ما في الالوان الكونتراست اللي بتجي ضاهجه كثير. الشغلة الثالثة كلياتنا بنحب الستراس، كلياتنا بنحب الشغلات اللي بتضوي، يعني كمان لما بيكون عندك قطعة صغيرة فيها إضاءة مثلا، في شيء دارج هلا كثير بالصالونات عندنا لما بنكون حاطين قطع إضاءة مع القطع اللي فيها الستراس مع الألوان الهادية بتتفادي كثير أخطاء من العجقة، وبنفس الوقت عملتي طابع حلو كثير لإلك وتميزتي بحيث كل ضيف عم يقول إنه شو عامل ببيته فلان، أو مثلا بيته هادئ، بيته راقي، في كثير ستايل إنه مريح للأعصاب. كمان بدنا نوصل لهي النقطة إنه تكوني مرتاحة، ما تكوني حاسة بعجقة حواليكي، عجقة غراض، عجقة مثلا تحف زيادة. قطعة واحدة بتغنيك عن 10 إذا كانت مدروسة ومحطوطة بمكانها المخصص وبيكون بهدوء، ما يكون في تعجيق عنياتها. أكيد. ست منال، قد إيه بتراعي اليوم بكل فكرة بتطرحيها الظروف المادية، وقد إيه بنفس الوقت اليوم أنت كست بيت يمكن بتقيسيها على حالك لكل أكيد. شغلة قبل ما تطبقيها، يعني الهاند ميد معروف إنه إذا كان مطروح للبيع فهو بيكون غالي لأنه بده وقت وبده جهد وفيه شغل وفي أكثر من قطعة بتكوني عم تعمليها ومانها تجارية يعني وهي قطعة مشغولة بالإيد، ولكن أنت اليوم قد ايه عم تحاولي
بنفس هي المعادلة، انك انت تقدمي قطعة حلوة مشغولة يدويا، بنفس الوقت ممكن كل ست بيت تتعلم منك فكرة، تعمل شيء بسيط. هاي المعادلة كيف عم تحاولي تطبقيها اليوم؟ عم حاول قدر الامكان انه وفق، انه اعطي مثلا قطعة فيها ثباتية، فيها فخامة، في مواد ثقيلة وتعب، تكون متاحة للشاري أو المستهلك، وبنفس الوقت أنا فيني أعطي شوية أفكار، شوية شغلات، مو معناتها هاند ميد معناتها أنه هي صعبة أنه تناليها أو تحطيها بقلبيتك أو تقتنيها. في أفكار كتير حلوة ممكن أعملها أنا، موجودة بالبيت، موجودة أو بقدر جيبها ببادجت صغيرة كتير، بس فيني أعطي انطباع وكأنه هي كلفت. بشوية ذكاء، بشوية احترافية بانتقاء المواد، أنا فيني كلف حالي مثلا شغلة بسيطة، لكن النتيجة انه كتير عاطية جمال. مو بالضرورة الكلفة العالية هي اللي بتقنعك او هي اللي بتعطيكي انه واو شيء حلو كتير. ممكن ذكاء باختيار المادة مثل ما قلنا، بهدوء، برتابة، في شغلات كتير حلوة، في كتير ما بعرف اذا عرضته على الشاشة، في شغلات مثلا نحن ستاندات فينا نساويها بالبيت بدون ما اني اشتريها انا من السوق، وتكون طبقات وبحط عليها ضيافتي، مفرش طاولة مع اضاءة، شوية شموع، مو بالضرورة الشمعة الطبيعية العادية، الشمع المضاء الليد، هذا كتير بيخدمنا، بيعطي انطباع كتير حلو وبدون خطورة، وبدون ما اني انا اعجو كتير، يعني انه تعجيق القطعة فوق بعضها، بادجت كتير بسيطة ومتاح. يعني هلأ موجودة في عنا مكاتب خصوصية للفنون، موجود فيها انواع من اللواصق، انواع من الكرتون المطوع، مثلا عنا الورق الايفا، الكرتون اللي بيجي فيه جليتر، اي شيء، التخاريج، يعني سوقنا نحن مليء الحمد لله، بلدنا مليئة بالاسواق، بيوتنا كمان مليانة موجودة، فليش القطعة انا مثلا تكون موجودة عندي، انا فيني ادورها. يعني مثلا عندي انا الكوشن لهي الكنباية، انا فيني عوض ما تكون بهذا اللون، انا فيني ارسم عليها، احط لها تخاريج حلوة، داير من دار، شوية تطريز، بما انه هلا كل الشغل يدوي رجعنا نقيمه من اول وجديد ويحيي بيوتنا، فيني انا انتج قطعة جديدة وحلوة وبتخدم الصالون تبعي. نعم. يعني بالختام بدنا نتشكرك اليوم لوجودك معنا، لكل اللمسات الجمالية والأنثوية اللي زيلتينا فيها. وأنا شكرا كثير إنه صحت لي فرصة سعيدة إني أكون معكم أول أيام عيد الفطر، وهيك شوي أعطي أفكار حلوة، مع إنه لسه في أفكار كثير ما طرقنا لها. بيكون لنا لقاءات إن شاء الله ثانية مع حضرتك. شكرا لك، عيد مبارك لك ولعائلتك، تبقي بصحة وسلامة. شكرا لك. الله يسلمك يا رب. ميت هلا.